ودي حيرة الناس الصادقة المتسقة مع نفسها بتحتار فيها. هو هيساعد حد ماليا ولا بنصيحة ولا يقف معاه لغاية ما يفك كربته؟ هو عارف ان نيته هنا في اللحظة دي مش ثواب الآخرة ولا حتى إرضاء الله. النية الأولى بيعمل كده عشان عنده هو نفسه أزمة ونفسه ان ربنا يفرج عنه، او عنده حاجه مستني خبر حلو، مثلا عمل انترفيو في شركه فحد قال له يلا تصدق عشان ربنا ينجحك. فالنيه الاولى اللي حركته للفعل اما فك كربته او ان ربنا يفتح عليه في مشروع معين مثلا داخل فيه، ويسال وهو محتار، ودي حاجه مقبوله ولا مش مقبوله؟ اولا ده انسان صادق جدا مع نفسه. ثانيا النوايا في عباده ربنا ثلاث مستويات. مين اللي علمنا الكلام ده؟ سيدنا علي زين العابدين ابن الحسين ابن سيدنا علي ابن أبي طالب. كان يقول لله عبادا عبدوه رهبة، يعني خايفين من مصايب الدنيا وعذاب الآخرة، رهبة، فتلك عبادة العبيد. مقبولين على فكرة، دول صالحين. ولله عباد عبدوه رغبة، يعني نفسهم في التوسعة في الدنيا والجنة في الآخرة، فتلك عبادة التجار. وعباد عبدوا الله محبة وشكرا، فتلك عبادة الأحرار. ثلاث مستويات من العبادة. واحد ربنا قال له في القرآن ذلك يخوف الله به عباده، كلام عن النار قبلها سورة الزمر، يا عبادي فاتقون. فهو بيعمل الأعمال الصالحة وما بيظلمش، خايف من عذاب النار، تلك عبادة العبيد، مقبول، إنسان صالح. والتاني بيتاجر مع ربنا، بيعمل حاجة عشان ربنا يردها له في الدنيا وفي الآخرة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هل العبادة دي اللي أنا بعمل حاجة ومستني من ربنا دي مقبولة؟ ده ربنا ذكرها في القرآن. العبادة الأعلى، أعلى حاجة بقى، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. بعمل كل حاجة عشان الله يبقى راضي سبحانه وتعالى. طب أنا مش في المستوى العالي، أنا في التاني ده اللي بعملها عشان ربنا يكرمني ويفك كربتي، يبقى أنت بتتاجر مع الله. هي مش أعلى حاجة، بس أنت عبد صالح مقبول. وانت عارف لو أنت ما كنتش مقبول والنية دي مش مقبولة، ما كانش ربنا قال، سيدنا النبي اللي قال عليه الصلاة والسلام من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وإن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. محتاج ربنا يساعدني على الخطوة اللي أنا داخل عليها في حياتي، فبساعد حد. وقال صلى الله عليه وسلم أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فأنا خايف يحصل لي حاجة فبعمل معروف. وقال ربنا في الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق عليك. فأنت ممكن تعمل العمل الصالح وتساعد الناس بنية فك الكرب، ودي نية صالحة. الأعلى ابتغاء مرضات الله بندور عليها كلنا، لكن ما تحترش في المسألة دي، أنت مقبول. مش بس كده، ده سيدنا الحسن البصري لما واحد جه اشتكاله الفقر قال له استغفر الله، واحد اشتكاله جفاف البستان قال استغفر الله، واحد اشتكاله أنه الخلفة تأخرت تأخر الولد قال استغفر الله، قالوا له كل حاجة استغفر الله، قال نعم. أما رأيتم أو سمعتم قول الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هنا في واحد بيذكر الله رجاء الرزق في الدنيا، وربنا ذكرها في القرآن وشجع عليها كمان، والتابعين كانوا بيشجعوا عليها. فلو أنت محتار، النية الأعلى ابتغاء مرضات الله، ثم التجارة مع الله نية مقبولة صالحة، فأنفق وساعد وربنا يفك كرب الجميع من غير ما تحتار.